تعال تعال تعال. شبيك خبيب؟ شنو قصتك؟ هكرت زوجتي لو لا؟ لك هكرتها وطلعت زرعت لك جهاز تنصت. كذاب. او بي سيم كارد. كذاب. او بس تدق على الجهاز يفتح خط واحده وتسمع شكو ماكو بالسياره. ايش قد صار لها من زارعته؟ يعني ثلاث اربع ايام. ثلاث اربع ايام شحكي تسمعني؟ اي بس ربك اني هاي الايام كل شيء ما حاكي وكل شيء ما مسوي. بس اليوم متواعد. دي تعال دا اشوفك شلون يشتغل الجهاز حتى تدير بالك. والله؟ هذا. بسيارتي شنو؟ مرة كبيرة ومريضة وام صديقي. حاضر بيبي. لا لا حبيبتي، هاي البيبي من نصعد بالسيارة ريدها تصير بعد خالتك. حاضر بعد خالتك؟ شو هاي يصير أكثر؟ لا حبيبتي، أريد بعد خالتك مال خالتي مو مال خالتك. ها حجية شلون صرتي؟ تعبانة يا بعد خالتك. شودة علي حجية هسه بوجهنا طالعين للمستشفى وأنا مثل ابنك ومن صحتي على صحتك حجية. يا حبيبي هيك طمني عليك، ربي يوفقك يا شهن. أخاف أتعبك يا بعد خالتك. أنت التعبيني أم داني، إذا أنت التعبيني أنت غير البركة كلها. ظليت وحدي ولدي عافون، أنت خمانة وتعوفني. أم داي إذا عوفك ولدك أغبياء، أنا غبي مثلهم قابل. فدوة رحت لك يمه. يمان الفدوة رحت لك حجية. أنا مشكلتي من يجي الليل يمه ظل وحدي. يمه اليوم أبات يمك بعد ما تظلين وحدك. ايه الغربة وقفولي وولدي عافوني، مو كل الناس تحب فعل الخير. يمه بس انا اختلف عن الناس، انا يوم واحد اذا ما اسوي خير اظل ارجف. الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية والرزق يا رب. المطعم راح يعزل. مطعم؟ شنو هذا دا يكون مطعم؟ اي ادري ادري، ابنك قال لي لازم توكلها معلاق لان المعلاق يرجع لها الدم. دللي. اوه يا حبيبي شلون يتحرك على المعلاق؟ طيب مو بيده. ورد للوريد، ورد للوريد، ورد للوريد. عمو الله يخليك، اشتري هاي الحلوه ورده. حبيبي ما عندي خرده اروح. عمو شوف شلون ابني يتقبل فدوى. الله عمو اشتري لها ورده. جمال ورد وبنية حلوة، يعني معقولة هاي دا يحكي على السيارة اللي بصف غسان؟ هاك هاك حبيبي، هاي عشرة بدال الخمسة بس روح، وما اريد ورد روح. تسلم عمو، الله يخلي لك هاي البنية الحلوة اللي قاعدة يمك. عمو تطيك كليتي وتروح، وين هالحلوة؟ حجية بقد امك، شلون تقول عليها حلوة؟ يا حجي يا عمو، انا الحجي. عمو الظاهر متواعد ويا هاي الحلوة من ورا مرتك. يعني هسه هذا الحكي ويا غسان لو ويا غيره. عمو الله ينتقم منك. عمو نبع عمو انت ذواق ورومانسي، سياره حمراء وعاليه. بالله خليني اشوف رقمها. لا ليش، خل اعطيك رقم زوجتي واحكي لها التفاصيل كلها بعد. بس عمو انت كلش رومانسي، هاد دب اصفر. ولك هذا الدبدوب انا اللي جايبته بيدي ومعلقته بالسياره، ولك غسان انا تخونني انا لك، انا اعلمك اليوم. ورد للوريد، ورد للوريد. الو ايه دا اخونك بكيفي رجال وشريد اسوي اسوي، وهذا جهاز التنصت بعد ما يطب سيارتي، او شو تريدين تسوي نسوي. ورد للورد، ورد للورد، ورد للورد، ورد للورد. اشتغل عدل. فجل للفجل. شنو؟ مو هذا المعون كان بيفجل شوي. قلت له روح.